اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من امراه من الصعيد الجواني. مشاهدينا مره تانية معانا النهارده ضيفه حلقتنا اللي مشرفانا الاستاذه هناء الجويلي. اهلا بيك استاذه هناء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحمد لله تمام. دلوقتي عايزين ندردش كده مع بعض ونتكلم على ان انت يعني ما شاء الله عليك تبارك الله، يعني بتقوم بعدد من نقول الاعمال، نقول المشاركات، النشاطات في المجتمع بشكل انت كمان مش حاسه ان هو عبء عليك، يعني مش حاسه ان انت ايه بتعملي ده بصراع وبشغل وبطريقه صعبه، لا انت حابه ده، فاهماني؟ فعايزاكي تقولي لي يعني ازاي انغمستي في حياه المجتمع وان انت تشاركي هنا وتشاركي هنا في المكان ده، في التحالف ده، في المنظمه دي، يعني ازاي ممكن تعملي ده او عملتيه ازاي؟ والله انا حابه المجال نفسه يعني، وبحب اشارك في الاعمال الخيريه، واحب اساسا عضوه في 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 الحزب، حزب حماة الوطن، وبشارك في جميع المبادرات بتاعه الحزب وكده، وبعد كده في اي اعمال خيريه، عضوه في كذا جمعيه خيريه، وبحب الاعمال الخيريه، جميع الاعمال الخيريه احب يعني، اما بعمل عمل خيري ببقى مبسوطه بيه كده وفرحانه، فبحب اشارك في اي عمل خيري، وبحب برضو ان انا اشارك في جميع المبادرات اللي هي خاصه بالاعمال الخيريه وخاصه بحياه كريمه وخاصه باي عمل خيري او ميداني بحب اشارك فيه يعني. وعضوه في سند شباب الصعيد، وعضوه في المنظمه الوحده الوطنيه لحقوق الانسان، واساسا انا اساسا شغاله في حمايه النيل والاسر، فطبعا يعني هوايتي شايفه حاجات كتير، بس انا مش يعني مش هلحق اعملها في جمعيات خيريه وحياه كريمه وحمله بشبابها وسند الصعيد. متطوعه في حاجات كتير يعني، انا متطوعه في حاجات كتير، فهي الحاجات دي، المبادرات دي بتسعدني، واخده دورات كتير يعني. يعني لما بتعملي ده هل بتبقي بتشعري ان انت يعني كفرد في المجتمع او عضو في المجتمع لازم تكوني نافع للي حواليكي، مش قصه ان انت وانت ما شاء الله بتشتغلي، يعني في ناس بتعمل كده لما ما يكونش لديها عمل خاص بيها او وظيفه زي ما بيقولوا بتاخد يمكن اغلب وقتها، فبتحب ان هي منها تسلي وقتها ومنها تبقى نافعه، لكن انت ما شاء الله يعني بتشاركي في ده بجانب عملك الاصلي. بجانب عملي الاصلي، وبحس ان اساسا انا عندي نشاط ان انا مقدره يعني ان انا اشارك في جميع المبادرات، طالما حاجه مبسوطه ببقى مبسوطه بيها يعني، وببقى سعيده ان انا بعمل الحاجات دي واشارك في جميع المبادرات، واي حاجه خاصه بالمكتبه هنا اهو انا بشارك فيها يعني، على طول بحضر هنا اهو في المكتبه العامه، وعلى طول بروح احضر دورات تدريبيه
في 6 اكتوبر بروح احضر دورات تدريبيه، واخده دوره في التحول الرقمي، واخده دوره في المهارات الحياتيه، واخده دوره في الموارد البشريه، واخده دورات كتير يعني، واخده دوره في اعداد القاده واعداد مغبة قيادية ناجحة يعني. كل ده بيكسبك مهارات معينة طبعا. يعني كل ما بيعدي عليك الوقت انت شايفة انك بتزدادي خبرة في التعامل في الحياة مع الناس، ان انت في الموقف ده لو اتحطتي فيه هتعملي ايه، في الموقف ده لو اتحطتي فيه يعني اعداد القادة هل انت ممكن تقودي مثلا مجموعة من الشباب او في عمل معين في المبادرة. يعني عايزين نوجه الشباب اللي هم لسه طالعين وفي دلوقتي مجالات كتير يقدروا هم يشاركوا فيها، فهل الحاجات دي بتثقل مهاراتهم وبتغير من شخصيتهم؟ فعلا كل دورة تدريبية باخدها بتفيدني واقدر اتعامل ازاي مع الناس، ويبقى في ثقه بالنفس، ويبقى في اعداد قائد ناجح. فكل دوره باخدها بتكسبني حاجات كتير 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 انا ما بكونش عارفاها. فانا يعني كل شويه يعني لازم بنمي من مهاراتي، ودي حاجه بتسعدني يعني. لازم انا اروح انمي من مهاراتي واخد دورات تدريبيه، ولدرجه يعني بسافر القاهره واسافر كل مكان عشان اخد دورات تدريبيه عشان انمي من نفسي. وان شاء الله قريب كده ان شاء الله هاخد الدكتوراه برضو كده اهو، في بس لسه يعني كده ما حددتش اذا كانت دكتوراه في الصحه النفسيه او دكتوراه في اداره الاعمال. لا يعني انت بصي يعني بيبان بقى من الكلام العادي ان انت حد طموح جدا جدا. انا طموحي عالي جدا جدا، وبعد كده ببص كده لقدام بطريقه لا تتخيليها لا تتوقعيها يعني. يعني طموحه جدا جدا، فدايما دايما عايزه ابقى حاجه كبيره، عايزه حاجه. لذلك ده كل اغلبيه الدورات اللي باخدها اعداد قائد ناجح عشان ابقى قياديه فعلا ان شاء الله. نفسك مثلا او حابه ان انت تبقي في منصب بقيادي؟ أستاذة هناء لفتت نظرنا لأن هي طموحة وعايزة تطلع لقدام، بس ده مش بيكون طبعا بالكلام بس، ده بيكون بخطوات بالظبط، بجهد، باستبات كده معينة. أنا هنا دلوقتي، بعد سنة هبقى فين، بعد سنتين هبقى فين، بعد خمسة هبقى فين، إيه اللي أنا أكسبته لنفسي من مهارات علشان أستحق أني أنا أكون قائدة في مكان ما أو في مجال ما. فأكيد ده زي ما أنتي ما شاء الله بتشتغلي على نفسك زي ما بتقولي أضعف الإيمان بالدورات، الدورات التدريبية. الدورات التدريبية تعمل لك إعادة تأهيل وإعادة تكوين شخصي ليك أنت. وبعد كده بالعلم إن شاء الله يعني بتعلمه برضو، إن شاء الله حضر ماجستير وحضر دكتوراه، وبعدين إن شاء الله عشان أبقى بعد نفسي لإعداد قائد ناجح يعني. لازم أنا لازم. بصي هقول لك على حاجة من سمات أنا أسفة أقطعك، من سمات القائد الناجح إن هو يكون عنده السمات الشخصية. لا والسمات يعني أنت ما ينفعش تبقى قائد ناجح وأنت أساسا تابع العمر كله. لا أنا في المكان ده لما اتحطيت، لا أنا مسكت، كنت على رأس الهرم زي ما بيقولوا. فهي أنت وبتكسبيها بقى بشوية مهارات تخليكي قائد ناجح بإذن الله. بإذن الله والله. هو أنا يعني عندي أفكار جديدة وعندي أفكار كتيرة يعني، حتى في الشغل بتاعي يعني بحب دايما أبقى مختلفة في شغلي،
احب اطور من نفسي، اطور من الشغل بتاعي، لا احنا نعمل كذا عشان نبقى كذا، عشان نطلع لقدام، عشان لازم نبقى ايه لما نبقى تيم واحد ونشتغل مع بعض ونبقى يعني حياتنا كلها كده اهو مرتبه ومنظمه، وان احنا نرتب شغلنا هنطلع لقدام ونبقى احسن ناس. برافو عليكي ان انت كمان بتتكلمي ان احنا نبقى تيم واحد، وده هتكلم فيه على نقطه العمل الجماعي. مفيش حد بينجح لوحده، يعني مش انا الكل في الكل، انا بدون المجموعه مش هيطلع الشغل ده للنور ولا هيظهر. فهو ان انت بتؤمني بده، وده يمكن اللي بيكسبه ليكي مشاركتك في مختلف المبادرات والمنظمات، وان انت عضوه، فده ان يعني انت حد من فريق. فهماني؟ فعلا انا مقتنعه جدا ان مفيش حد بيطلع لوحده، يعني مثلا القائد الناجح لازم يبقى معاه فريق هم اللي بيطلعوا مع بعض، فلما لازم يبقوا كده تيم واحد ويبقى في تنسيق للعمل. ما معلش يعني مش هينفع هو لو هو بقي لوحده مش هيعلى او يتقدم، ولا مش هيتقدم، مش هيقدر يعمل كل حاجه لوحده، يعمل ولا حاجه ولا هينجح، مش هينجح اصلا. لكن لما يبقوا تيم واحد وفريق واحد وكلهم مظبطين بقى حياتهم والشغل وكل واحد بقى عنده حاجه، يعني السيستم بتاع الشغل بتاع حضرتك كذا وده كذا وده كذا، فكل واحد تنظيم من خلال هو اعضاء، بس كل واحد ليه مهام معينه، مهام وفي تنظيم الشغل بيخلي الواحد ان هو يطلعوا مع بعض. انا لما عرفت ان انت مثلا شاركتي في طبعا دي كده طبعا لازم من خلال بعض الامور اللي يمكن مريت بيها بشكل شخصي، يعني الحد اللي بيصر ان ما يبقاش في صف تاني بيفشل سبحان الله، هو بيقع بطريقه ومش بيبان ان هو اللي كان في المقدمه وفي الصوره لوحده وان هو اللي كان ناجح قوي، لا في اقرب محطه بيقع لان مفيش حد سنده من الصف، حد صف تاني. لازم معلش انت لازم كقائد ناجح وعشان تنجحي في شغلك وفي حياتك لازم يبقى في صف تاني، الصف التاني ده هتطلعوا كلكم مع بعض. يعني معلش القائد افترض مثلا عنده ظروف، الصف الثاني ده بيبقى بديل ليه، فبيطلعوا مع بعض، والنجاح بيبقى مع بعض، النجاح المجموعه بتنجح. انا انبسطت برضو لما عرفت حضرتك ان انت شاركتي في مثلا مساهمات اعمال خيريه خاصه بحياه كريمه، باعمال خيريه ببعض الجمعيات الخيريه، اتجاهك شاركت في الملتقى الوظيفي برضو بتاع تبع سنه شباب الصعيد تبع الشباب والرياضه، كنت عضوه فيه، يعني شاركتي في المدينه الشبابيه. كل ده لو اتعمل صح بيؤدي الى نتائج جميله ملموسه للبشر للانسان، يعني فهماني بغض النظر عن الكائنات الكبيره واحترامي ليها، لكن انت في النهايه بتسعدي حاله في جمعيه، حاله حد غلبان او حد محتاج مساعده، بتسعدي حياه كريمه يعني كلها لتنميه الاسر المصريه، بتسعدي شاب ممكن عن طريقك يعرف معلومه فيشتغل. قد ايه جميل وقد ايه انت، هل انت متعوده على ده من انت صغيره، ولا عشتي الجو ده، ولا انت لما كبرتي واحتكيتي ونزلتي في الشغل؟ قولي لي يعني ده ازاي؟ والله هو الموضوع جه كده، يعني لما كبرت وابتديت اشارك بقى كده اهو واتطوع في جمعيات خيريه حسيت ان الحاجه حلوه، يعني ما اقدم حاجه كده مساعده للناس، الناس تدعي لي. طب انا مش انا ما فيش اي فلوس باخدها او مقابل، لا كل ده حاجات
تطوعيه طبعا، وكفايه وقتك، كفايه وقتك ومجهودك. مش فارق معايا اي فلوس ولا اي حاجه، بس ايه، بس كفايه لما اقدم خدمه للناس و حسيتيه بيعود عليكي بالخير بطريقه غير مباشره. ما انت مش هتاخدي فلوس بس، مثلا ربنا بيوفق اولادك، مثلا بتقدري تنسقي بين بيتك طيب وانك تنزلي في الحاجات دي كلها، عارفه تنظمي وقتك بحيث انه ما يجيش على المهام الاساسيه ليكي وهي رعايه بيتك. اه والله انا بعرف انظم وقتي كويس، يعني انا ست موظفه الصبح، ولو في اي مشاركه في اعمال خيريه او كده اهو بنظم وقتي فعلا وبروح. وبعد كده كفايه ان حد يدعي لي كده ويقول لي ربنا يبارك لك في اولادك، يبارك لك في صحتك. وبعد كده انا لما بعمل الحاجه دي بلاقيها بتعود عليا بالخير، وبلاقي الناس فعلا بتقف جنبي لان انا بعمل خير، مش بعمل يعني بعمل حاجه حلوه، فبلاقي الناس بتقف جنبي بالخير واقول يا رب انا عملت حاجه كويسه، لدرجه الناس يعني اي حاجه يعني سبحان الله، يعني لما في اي حاجه لدرجه من فتره كده قريبه يعني رحت وقعت في الشارع، فطبعا لقيت الناس جريوا عليا وخدوني بالعربيه وودوني المستشفى، وقلت ده اكيد انا خير عملته قبل كده يعني، وتعاد عليا بالخير، لان اللي بيعمل خير بيلاقي الخير قدامه. اكتر موقف اثر فيك، يعني هل مثلا في حاله شفتيها ما تقدريش تشريها من ذهنك، هل مثلا في موقف عدت زي ايه؟ والله انا في مره كده كنت بصور تبع الحمله، كانت حمله كانت تبع اثناء الرئاسه يعني وكده، فطبعا كنت بصور وكنت عضو اعلامي فيها بقى وكده، فكنت بصور، فكنت بروح اللجان وادخل جوه اللجان، فروحت كنت عند مدرسه الحريه، فروحت شفت ست قاعده على كرسي ورجلها مقطوعه، فقعدت تنده عليا يا دكتوره يا دكتوره، انا مش واخده بالي طبعا، انا عماله بصور كده ومش واخده بالي، وكنت جايه داخله اللجنه وكده، راحت نادت عليا يا دكتوره يا دكتوره، رحت بصيت لها كده قلت لها انت عايزاني انا يا حاجه؟ راحت قالت لي ايوه، فرحت قلت لها ايه في حاجه، في حاجه معاكي؟ راحت قالت لي والنبي لو تقدري تساعديني ساعديني. قلت لها طب انت عايزه ايه مني؟ طيب راحت جايت لي انا عايزه كرسي. قلت لها طيب ما انت قاعده على كرسي اهو. قالت لي لا الكرسي ده مكسور ومحتاجه كرسي، لو تقدري تجيبه لي. قلت لها انا اقدر اوفره لك من حياه كريمه، يعني حياه كريمه بتساعد الناس ومشروع عظيم جدا يعني، فانا هقدر اوفره لك من حياه كريمه. وفعلا تواصلت مع المسؤولين في حياه كريمه وما تاخروش خالص يعني، وبعدين جبنا لها الكرسي، وبعد كده رحنا ايه ساعدناها برضو في حاجات تانية. يعني عايزه اقول لك الست بقت تدعي لي وتقول لي ربنا يعني يكرمك في اولادك، ربنا يكرمك في صحتك. لا انت عارفه ان ربنا هو اللي اختارك انك يتنفذ الموضوع ده على ايدك، يعني دي العطيه دي كانت ليك انت اصلا مش ليها، لان هو كان ممكن اي حد تنده مكان، لكن هي ديت لك انت، لان ربنا هو اللي بعتها ليكي علشان انت بعد كده في مساعدتك هيرجع لك انت الخير والثواب، فهو الاختيار كان ليكي قبل ما يكون ليها. الحمد لله وربنا وفقني وقدرت ان انا اقدم لها اللي هي عايزاه، وبعد كده كانت محتاجه نظاره، وحياه كريمه وفرت جابت لها نظاره، يعني حياه كريمه يعني ما تاخرتش معاها في اي حاجه الحمد لله، وتواصلنا مع المسؤولين ربنا يبارك فيهم يعني. عايز مواصفات وعايز بقى سعه صدر منك، وعايز ان انت تبقي عندك المقدرة للسمع والاستجابة، وان هم بيتابعوك اكيد بتليفونات بعد كده وانت بتتابعيهم، يعني دي بقى
طاقة معينة، فإن أنت تفضلي تتابعي الحالة وتفضلي إن أنت معاها أكيد ده مش بيعوز منك مجهود، يعني أنت لو بتعمليه بالحب اللي أنت بتتكلمي بيه ده يعني أكيد مجهوده أقل عليك. هو والله أنا بعمل كل حاجة بمحبة وإن أنا بقول يا رب ربنا يكرمني، أنا يعني أنا حاسة إن أنا بعمل خير فإن شاء الله هيعود عليا بالخير، فدي حاجة بتبسطني يعني وبتسعدني جدا يعني إن أنا بعمل خير للناس، فحاسة إن الحاجة دي هترجع عليا بالخير ليا ولأولادي ولحياتي كلها يعني. أنا لو قلنا في النهاية يعني حابة إيه رسالتك أو كلمتك اللي تقوليها للي بيتفرجوا علينا، للي عندها وقت ومش عارفة إزاي مش تضيعه مش تضيع، إزاي تقضيه بشكل مفيد، اللي عندها ربنا يديها صحة شوية، عندها وقت، عندها مبالغ مادية، ما عندها أي حاجة، إزاي الإنسان يرتب لحياته صح والعمر ده بيتحسب علينا، فإزاي ما يعديش بدون مثلا ما نعمل بيه شيء مفيد في حياتنا، واكيد هو هيترد لنا سواء في الدنيا او في الاخره فيما بعد. اكيد طبعا، هو بالنسبه للي هي عندها وقت وكده اهو وعايزه توجهها ازاي اوجهها، لو هي مثلا عايزه مشروع ممكن تعمل المشروع وتنمي وقتها ان هي تعمل مشروع، تدرس مشروع كويس وتعمل مشروع، عايزه تشارك في الاعمال مش عايزه بقى فلوس ولا اي حاجه، يبقى تشارك في الاعمال الخيريه، تشارك في كل حاجه، مبادرات، تشارك في تدريبات، تيجي هنا المكتبه العام. اعتقد دلوقتي فيه المجتمع مهيئ ومليان مفتوح، مجتمع مفتوح، تشارك في الاعمال في العمل المدني، في العمل الميداني والعمل العام يعني والتطوعي، واهم حاجه العمل التطوعي ده حاجه جميله يعني بصراحه. بصراحه انا من يعني من صغري بحب العمل التطوعي، بحب الاعمال التطوعيه ان الواحد يتطوع ويشارك في اي عمل تطوعي وان هو يساعد الناس، دي حاجه بتبسطنا. ايوه اكيد، شكرا ليك يا استاذه هناء، ويمكن اكيد بنختم كلامنا ان احنا بنوجهه لكل مش ست سعوديه، كل ست مصريه على مستوى الجمهوريه، ان ربنا ساعات بيمتعنا بحاجات احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها، زي الوقت اللي لما يتم يعني استثماره بشكل جيد ده هيتحسب لينا مش علينا، ممكن الوقت، ممكن الصحه اللي ربنا اداها لنا ما اداهاش لناس ثانيه نستفيد منها، المال، حاجات كتير ورزق كتير، المهم ان احنا ازاي نكيفه او نستغله بشكل صحيح، وبنفرح قوي لما نشوف بعض النماذج الناجحه واللي بتدي بعطائه وبحب كبير زي استاذه هناء النهارده اللي كانت معانا ومشرفانا، ودايما نقابلكم في نماذج قد ايه ناجحه ومحبه للعطاء، وتكون لينا دايما نماذج مشرفه في مجتمعنا الصعيدي، ونشوفكم دايما على خير في امراه من الصعيد الجواني.